مصطفى شنو يا زول ده مبتدع والله ضال. مصطفى يا اخي وقع في الصحابه اللي انت الان ما قادر تدافع عنهم يا عدسي، ودي ما بتفرح ناسك، اللي بيفرحون ويفرحنا ان احنا تقول محمد مصطفى ضال مضل منحرف مبتدع سب اصحاب رسول الله، وهذا الكلام من ابطل الباطل. لا انه له تاويل، لا انه له تاويل، لا نخرج هذا الذي قاله عن طريق السنه. تاويل دي شنو؟ الوقع في الشرك، ما بقول لك انا عندي تاويل، تقال الصوفيه ما بقولوا عندنا تاويل، تاويل ده اعتذار يا عدس، انت بتتكلم كيف؟ صحابه السلطه ولم تسكت عن هذا الكلام. طيب هو ما سكت، انت موقفك شنو؟ انت وشيوخ الجماعه موقفكم شنو؟ انت والجمعيه كلها موقفكم شنو؟ انت والاصلاح والمركز العام والصافي، وين الموقف؟ وين الدفاع عن الصحابه؟ غشوا الناس باسم السلفيه، ما قادرين يدقوا صدرهم، والله عدسي ده لو وحيد لو براه بس دار الحق وينصر الحق، ولو الله وفقه براه بس يقوم الجماعه دي كلها يخليها كلها يا رجعت للحق يا تفرتجع. وين موقفك يا محمد مصطفى؟ هذا موقف فاشل، زول بيسب الصحابه بيكفر، وفي التكفير لمزمل محمد مصطفى نقل عن العدل. تنصر الحق ولا تجيب ضده؟ قال عندي غضبه بتجيني في السنه مره، غضبه ما جات في البيت الصوفي، تجي في زول بيدعو للتوحيد والناس ما يغشوك. محمد مصطفى سب الصحابه اخطا. الموقف الشرعي منه شنو؟ زول هسي انت لو عندك اثنين اصحاب، واحد جاب عربيته فطقش الباب بتاعك، والثاني جاء فتح الباب الكبير وقعد عاين لعرضك، مش الاثنين اخطاوا بتعفياتهم؟ خالف منهج اهل السنه، مو الموقف منه شنو؟ يعني دايرينك تجيب في المنبر تقول محمد حسين يعقوب ضال مضل خرج، ما بجوز السماع له، ولا بجوز للاصلاح ولا غيره يجيبوه، ولا بجوز للشباب يمشوا له، خاصة انك قبل اليوم قلت امشوا له. زول داعية عنده منابر، وين الدعوة للتوحيد الواضحة المنتشرة المستمرة؟ وين حرب اهل البدع واهل التمييع والتضيع؟ وين المفاصلة مع المميعين؟ قاعد معاهم في كنبة واحدة يا عدسي. قال السلام عليكم، ما هي ماخذكم على الشيخ عبد الحفيظ العدسي؟ العدسي رجل منحرف، والذي يسأل عنه بكل ورع وبكل تقوى وبكل خوف من الله تعالى لا يتردد في أن يقول هو رجل ضائع مائع منحرف، وإليك بعض المواقف التي تدل على ذلك. واحد، في واحد من الصوفية بيقولوا لي البيتي ده جاء في يوم درس العدسي، والمسجد فيه العدسي وطلابه، والعدسي صلى، وبعد الصلاة البيت قام جنب العدسي ويتكلم في عقيدة العلو وأفسد الفساد المعروف عند الأشاعرة وعند الصوفية في هذه العقيدة، عقيدة العلو، إثبات العلو لله تعالى، وهاجم أهل الحق وهاجم العقيدة الصحيحة وأهلها، والعدس جالس والطلاب منتظرين هالشيخ بعد انتهي الزول ده خلاص بنتهي منه. بعد انتهى الرجل دخل مرق بيغادي والعدس مرق بيجاي، لحد هنا الموضوع ما وقف لحد هنا. من رأى منكم منكرا فليغيره شنو؟ بيده. والعدس عنده أحقية يغير بيده، لأنه هسي بعد شوية بذكر لك الكلام، يعني عنده حق إنه يوقف الزول ده في المسجد، حق بالنسبة للحقوق العامة اللي جعلوها لرأس اللجان وللمساجد ولبعض الأئمة ولبعض الأشياء دي. بديك مثال بعد شوية إن شاء الله للعدسي نفسي، والحمد لله جاء السؤال ده لأن الرجل ده اغتر به الكثيرون ويجب التحذير منه. وأنا أذكر لك قريب ستة مواقف أو سبعة أحفظها كويس للرجل ده. الصوفي والمبتدع الضال مرق بالباب ده، والعدسي مرق بالباب الثاني. لا غير المنكر بيدي ولا بلساني، قول بيده دي قول خليها، أنا ذكرتها بالتحديد لأنه عنده موقف ثاني بنذكره إن شاء الله، لكن قول بيده دي خليها، بلسانه قوم يا العدس يقول الكلام ده باطل، لا مرق مشى.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، في صحيح مسلم. فمن لم يستطع فبلساني، أو فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك شنو؟ أضعف الإيمان، أضعف الإيمان. مرق بإيجاي بعد ذاك واحد من أخواننا الأفاضل نحسبه الله وحسيبه اسمه محمد أحمد عوض، بيقولوا له كباشي، يقول أخونا داعي الله يحفظه ويوفقه ويسدده. اتصل بواحد جلابي، الجلابي ده البنى المسجد، رجع عليه العدسي، ما رجع للجنة الدائمة ولا لعلماء ولا لقرنا زيه من المنحرفين والمبتدعة والمميعين، رجع لعاطف. عاطف هذا أخونا كباجي ده، قال له عاطف العدسي حصل منه كذا وكذا وزول كذا. قال له العدسي رجع لي، قال له يا عاطف أرد ولا ما أرد؟ قال له ما ترد، عشان كذي ما رده. جماعة تفهمين الكلام ده؟ زول داعية بيرجع للجلابي بتاع القروش يقول له أرد ولا ما أرد؟ وهذا يذكرك أو يذكرني بقول أبي إسحاق الإلبيري: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. أنا ذولي تعلمته، والله قال في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم شنو؟ درجات. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. والله الرجل ده في حركة في مسجده ما بتلقاه في السودان ده شت من أول لآخر، ما بتلقاه، ما بتلقاه أبدا في مسجده. أم جرب، أنا جربت 3 مرات. طيب ده الموقف الأول، صوفي ينشر الضلال أمام العدسي وفي مسجد العدسي يقيم فيه الدروس، وفي مسجد العدسي يصلي بالناس ويحضر كلام الصوفي وضلال الصوفي ويسكت. ده اللي بينصروا سلفية ولا سلفيين؟ بينصروا دين. 1 2 في شاب من الشباب نحسب من دعاة التوحيد يتكلم في التوحيد ويتكلم في الصوفية وكشفهم ورد عليهم وبين وأذلهم، أذلهم بالنصوص وبضلالات الصوفية. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. دل تذلهم ودل على ضلال أصلا. العدسي قام بعده، قام واتكلم ورد على الرجل ده، قال: التوحيد من الدين، والرد على المخالف من الدين. وبعد ذاك بقى قبل عليه، وهذا الأسلوب والأسلوب، وهالترب الولد. بعد انتهى أخواننا مشوا له وطلعوا له وقال له: يا العدسي يا الشيخ ده شنو ده؟ زول أخونا وتكلم في التوحيد بترد عليه، وفي مسجد فيه عوام وأخوان مسلمين وإلى آخره، تنصر الحق ولا تجيب ضده؟ ده التربية أسلوب، ده موضع تتكلم فيه عن الأسلوب، وزول يتكلم في التوحيد. قال: عندي غضبة بتجيني في السنة مرة. بس ده يسوي له شنو؟ أنا قلت له أنا أرغوه. غضبة ما جات في البيت الصوفي، تجي في زول بيدعو للتوحيد، قال بتجيني غضبة. أصل لاقاك عذر في الشريعة اسمه غضبة، بتجيني في السنة مرة، لاقاك كلام زي ده. وكنت أنت غضبان ما تمشي بيتك يا أخي، ليه يا أخي تجيب دي؟ وده ما الموقف الأول أو الثاني عن العدسي. 3 واحد من إخواننا اسمه علي همد ومسجلة، جاء المسجد اللي فيه العدسي ويتكلم عن التوحيد، تكلم عن الشرك ورد على الختمية. العدسي الناس قاعدة، العدسي قام وجا قدام علي همد ووقفوا، كفى كفى، ويتكلم ووصف الإخوان بأنهم شباب فتنة. ده العدسي ده الموقف الكم؟ 3. ولكن كنت في هم وغم وقل يا غني ولا بلدنا مغني، انا ما اقدر اقول لك، وقل يا مغني واعطيك السؤال تقرا ما لك المغني، قال لك انا كان جاتني مدير، خلينا نقول الكلام، قال لك انا جاتني مدير، ده المغني، انا عندي دليل متكلم، انا عندي دليل متكلم،
ابي الدليل احسن ولا الدليل؟ ربنا ما يمكن هذا الله ان ترفع ويذكر لا ما تفوت عن ذكر الله في المقابر، يعني الكلام ده نقول وين؟ هذه قصة طويلة. هذا الشخص أعرفه وأنا أدخل جوار مسجد الوالدين. هؤلاء شباب، وإذا أنا غلطان يقول لي غلطان، يأتي المساجد بغرض الفتنة وإثارتها. يأتي المساجد ويسيئون من فيها، هو وجماعة معه من الشباب. أنت معه؟ معه؟ هذا هو المساجد الحاصل. ده عايز تبعد علينا؟ انتم مصرون في هذا المسجد، هل هذا الذي ترون امرا طبيعيا؟ ده موضوع طبيعي، موضوع زوج يقول كلمه ماشي. الامر المقصود من الفتنه. اربعه، انا حاضر له مباشر، والكلام ده قبل 5 أو 6 سنوات. جابونا بعض الشباب في الداخلية، كنا في داخلية أم درمان، والشباب انقسموا لقسمين، قسم بيقولوا لهم يعقوباب تابعين لمحمد حسين يعقوب، والمهم بيتكلموا زي كلام محمد حسين يعقوب قريب منه، وقسم بيقولوا لهم الجامية، وديل بيتكلموا زي كلام السلفيين إلى آخره. وده طبعا القسم الذي أصاب الحق. المهم فقاموا في بعض الشباب قالوا ده ان حارب الجامية دي، الكلام بالمعنى ده هم بصرحوا به في الملأ، لكن نازل من دروشون والنازل شنو والنازل. قاموا جابونا سووا لقاء في مسجد محمد الامير اسماعيل، وكده كنا مع الجماعة دي، واللقاء في الطابق الاول، والعدس جابوه وانا حاضر مباشر. جابوه ويتكلم، قال شباب، قال لو خدت لهم فتة تعت فول فتة مسافة انتهوا بكونوا مرقوا كم شيخ؟ قال مرقوه، ده مبتدع، ده كذا، ده كذا. قال السي محمد الامين اسماعيل ده اللي هو نحن في مسجده الان، قال يقول لك عنده سروريات. طيب درس التفسير فيه سروريات، تعال احضره. يدعو الى الحضور لهذا شنو الرجل اللي هو محمد الامين اسماعيل. دي مسألة. المسألة التي بعدها، الموقف الرابع للعدسي، أنا دار أوريك مواقفه دي وشوف التناقض فيها، وشوف نصرة الحق وخذلان الحق. نصرة الحق هل هو ينصر الحق؟ وشوف الخذلان أمام الحق بأن يعادي الحق وأن يعادي أهل الحق. الموقف الذي بعده، في بعض إخواننا اختلفوا، واحد من إخواننا اختلف مع بعض الناس في الإخوان المسلمين، في عبد الحي يوسف وفي بعض المنحرفين، فجوا للعدسي قالوا نمشي للعدسي، اسمه محمد احمد برضه، فقال نمشي للعدسي عشان نفصل في الموضوع ده. وقال لهم الزول ده ما بينصر الحق، وقالوا لا لو انت الى اخره، في ضالته مشى كتبوا له ورقه زي الورق ده، قال له ما تقول في الاخوان المسلمين وفي عبد الحي يوسف وفي هؤلاء الناس؟ فقال الزول يترك الجماعات، يترك الجماعات دي كلها ويكون على الحق الى اخره. فقام طوالي الزول الشاب داير وضوح اكثر من كذا، فقام على حيله وقال له يا شيخ عبد الحي يوسف، عبد الحي يوسف، قال لك كفى كفى كفى، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وقام واقام الصلاه. الزول بينصر حق. واحد من اخواننا اسمه لؤي صلي مع العدسي كان فتره، بعد عرف الحق ومشى، المهم تركه. ففي واحد من الخطب من الجمع، واحد من الجمع لما جاي محمد حسين يعقوب، قال بنصح طلاب العلم ان يذهبوا الى محمد حسين يعقوب، وده زول مبتدع، لان دي ما فيها خلاف، محمد حسين يعقوب ده مبتدع، بدعوه بدري شديد، بدعوا احمد النجمي، سالوه مسجله صوتيه، قال له ما تقول في محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، هل هما من أهل البدع؟ قال من أهل البدع ولا كرامة، محمد حسين يعقوب ومحمد حسان
قال لأنه ما يماشيان أو يتعاملان مع أبي إسحاق الحويني وأبو إسحاق مع جمعية إحياء التراث يتعاون أو يتعامل أو إلى آخره. قال فجميعا هم من أهل البدع ولا كرامة. قال ده بدري قبل ما يخرج ذاته محمد حسين يعقوب. بعد خرج جاء العدسي سألوه سؤال مباشر، قال له عبد الحي يوسف ومحمد حسين يعقوب ومحمد حسان ومحمد مصطفى عبد القادر، ده السؤال. قال عبد الحي يوسف سروري فأين تذهبون؟ يا أخي ما تردم الزول زي الناس، سروري وحذر منه قول ما بجوز تسمع له وضال مضل منحرف. وذاته ردون لما نيجوا يردوا رد بارد، والمستمع ذاته بخلوه عايم لسه اسمع له ولا ما اسمع، انا بوريك اصلي كلامي ده دليله شنو. قال محمد حسان خرج في المظاهرات ومحمد حسين يعقوب خاطب المتظاهرين وهذا يخالف منهج اهل السنه والجماعه، واما محمد مصطفى فهو شيخ فاضل وهو شيخ من شيوخ اهل السنه، وهذه الكلمة التي قالها لا نتفق معه فيها، ولكن له تأويل في أن الصحابة اقتتلوا في السلطة. تفهم الكلام؟ طيب محمد حسين يعقوب ومحمد حسان ابتداء قبل ما يجي تحت محمد مصطفى يا عدسي خالفوا منهج أهل السنة والجماعة، الموقف منه شنو؟ حسيت لو سمعت الكلام ده ما زي كلام ناس الإصلاح بعضهم وكلام مين ومين، يقول لك دي أخطاء، وزي كلام الهواري دي أخطاء، أنت تبدعه وأنا لا أبدعه، ولماذا تلزمني بتبديعك له؟ يا زول ده كلام شنو؟ زول خرج، أيوة ده منهج الحلبي، زول خرج أنا موقفي منه شنو يا عدسي؟ ناس سألوك عشان توريهم أخطاء، هم أخطاء عارفين إنه أخطأ، لكن الموقف منه شنو؟ الناس زي ما يغشوك ما يقول لك هاي أخطأ، كلنا عصرناهم بنعصرهم. تقول لا لا الهدية، قال بحب البرع، يقول لك آه يخطأ أخطأ. أبو زيد قال لا الحكام مفروض يعملوا العمل وأبو سام بن لادن آه يخطأ أخطأ. محمد مصطفى سب الصحابة أخطأ. طيب الموقف شنو؟ احنا مشكلتنا معاك في أخطأ ولا ما أخطأ ابتداء؟ نحن مشكلتنا معاك وأخطأ دي نحن مسلمين بها أصلا، دي ما فيها شك، لكن الموقف الشرعي منه إبليس مش أخطأ؟ إبليس ده أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. أبو جهل مش أخطأ؟ فرعون مش أخطأ؟ الموقف الشرعي منه شنو؟ زول هسي أنت لو عندك اثنين أصحاب، واحد جاب عربيته فهو طقش الباب بتاعك، والثاني جاء فتح الباب الكبير وقعد عاين لعرضك، مش الاثنين أخطأوا؟ بتعفياته طقش بابك كسر وساي وصاحبك، ولا صاحبك الثاني اللي بيقعد عايم في عرضك بتعفياته مش الطقش الباب؟ ولا اخذ باب يا اخي ما مشكله عفيت لك تعال نبني سوا ولا ببني براي، لكن العاين اللي عرضك ده موقفك منه شنو؟ بتقول له بس اخطأتها وخلاص برضه بتبنيها برضه انت بتبنيها برضه، ولا ده بكون عندك موقف معه؟ يا جماعه الخطا واحد، مش في حاجه اسمها كبائر وصغائر، في حاجه اسمها بدعه ومعصيه، في حاجة اسمها كفر وحاجة اسمها شرك، الخطأ واحد واحد يا عدسي انت عندك واحد خالف منهج أهل السنة، الموقف منه شو؟ نحن دايرينك تجيب في المنبر تقول محمد حسين يعقوب ضال مضل خرج ما بجوز السماع له، ولا بجوز للإصلاح ولا غيرهم يجيبوه، ولا بجوز للشباب يمشوا له، خاصة انك قبل اليوم قلت امشوا له، خاصة انك قلت امشوا له. انت بتوقف داعية التوحيد بحجة الاسلوب، داعية التوحيد بتوقفه طق كفى كفى، وطيب داعية الباطل وداعية البدعة واللي بيخرج الموقف منه شنو؟ ده يقف معاه وقفة. طيب امشي لقدام، محمد مصطفى من اهل السنة، ابو صالح قال الامام في التوحيد امام في الذب عن السنة وليس المعصوم، وكلامه الذي قاله لا يوافق في هذا اللفظ الذي ذكر صحابه قتلت السلطه، وليته سكت عن هذا الكلام الذي قيل، لكنه له تاويل لا يخرج هذا الذي قاله عن دائره السنه والجماعه. واهل السنه دي رجال يا جماعه،
أهل السنة رجالة، كان محمد مصطفى سلفيا، محمد مصطفى اسم كان سلفيا خبر كان، ده كان في الماضي انتهى. أما الآن مبتدع ولا كرامة ولا كرامة، ودي مشكلة النازل الخلاص بشد حيله فرحان الناس الولادات بتاعنا الإصلاح وغيره، ودي من المآخذ على البيت على العدس بجيك لاسي بعد شوية، لسه في مآخذ كثيرة جدا. محمد مصطفى تكلم في الصحابة وخالف إجماع أهل السنة والجماعة، وين الإجماع؟ في كتاب مختصر السيرة لمحمد عبد الوهاب ابن سليمان التميمي المعروف بشيخ الإسلام والمجدد رحمه الله تعالى، المعروف في زمانه ومن بعده يعرفونه بهذا اللقب المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. محمد مصطفى خالف الإجماع، خالف ما ذكره ابن تيمية في الواسطية، وخالف ما ذكره ابن تيمية في المجلد 35 من الفتاوى اللي هو كتاب قتال أهل البغي، وخالف ما ذكره ابن حزم في الفصل، وخالف ما ذكره الفوزان صوتية موجودة، وخالف ما ذكره الشيخ سليمان الرحيلي صوتية موجودة، وخالف كلام العلماء محمد بن هادي و إلى آخره شيخ الفوزان وغيره من العلماء، وخالف القرآن وخالف السنة. قال الله تعالى في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون دي وين يا عدسي؟ دي في القلب ولا في القرآن؟ دي في القلب يا عدسي، انت بتتكلم في القلوب، انت ما عارف دي وين؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ديل المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف الأوصاف دي يا أخي في الصحابة، والذين تبوأوا الدار، ديل الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، مش يكاتلوا وحقهم ذاته يؤثرون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لما ذكروا وهم الأنصار بعد ذاك ذكر القسم الثالث وهم من جاء بعدهم، كما قال عمر بن الخطاب في تفسير ابن كثير رضي الله عنه عن عمر رحم الله ابن كثير قال هم صغار الصحابة. وذكر ابن كثير أيضا من التفاسير من جاء بعدهم من الأمة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، صحابة من سار على نهجهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تجد تقول لي يا أخي أخطأ، أو تقول الكلمة دي ما بنتفق معاك فيها محمد مصطفى، ولو سكت لكان خيرا له ولكان أولى. طيب هو ما سكت، أنت موقفك شنو؟ أنت وشيوخ الجماعة موقفكم شنو؟ أنت والجمعية كلها موقفكم شنو؟ أنت والإصلاح والمركز العام والصافية وين الموقف؟ وين الدفاع عن الصحابة؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم منكم، وأين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. تجد كمان اعتذر له عشان تعرف العدس ده زول خبيث، والله خبيث خبيث، والكلمة دي يستحقها، لأنه في ناس يقول لك يا أخ ده زول رقائق وزول عبادة وده زول شنو، وعاجبنا الأسلوب والحنجرة وما بعرف الشكل، عليم الرب ربهم والكلمات، ويجيبوا لك كلمات كذي مع بتاعت الآهات ديك وديك اللي بيجيبوها مع كلام العدس ده وغيره، والجماعة يبكوا يقول لك الزول ده خطير
خطيرة عليك انت اللي ما فاهم شيء. محمد مصطفى عشان تعرف الناس ما عارف بيرجفوا محمد مصطفى ولا بخافوا منه. قال لكن له تأويل. له تأويل ده شنو يا جماعة؟ ده بسموه شنو؟ ده بسموه اعتذار ولا هو بسموه اعتذار؟ محمد مصطفى ده الموقف الشرعي قدامه ومعاه، ده الموقف أمام محمد مصطفى، وبكل برود تقول شيخ محمد مصطفى شيخ من شيوخ أهل السنة أو إمام، ولكن الكلمة التي قالها، شوف كلمة باطل ما قادر يقولها يا أخي. ابن باز علق على الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، ابن باز لأبي جعفر الطحاوي لما علق، ابن باز علق على الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي قال: وأما قوله والإيمان الناس في أصله سواء، قال فهذا الكلام فيه نظر بل باطل، فإن الناس متفاوتون في الإيمان، فليس إيمان أبي بكر كإيمان العاصي من هذه الأمة. ده ابن باز مع الطحاوي، خليه انت مع محمد مصطفى تقول بنختلف معاه في الكلمة دي بس يا زول؟ ده موقفك؟ ده الصحابة؟ ده دفاعك عنهم؟ ابن كثير في مسألة فقهية فقهية قال: وأما ما قاله أبو عمر الحبر البحر في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أن الصلاة الوسطى هي مجموع الصلوات الخمس، قال فإنها لإحدى الكبر في مسألة فقهية. قال إيه الصلاة الوسطى دي؟ صلاة العصر. انت تجي ببساطة بس تقول وأما الكلمة، وقال كلمة محمد مصطفى؟ انت وين يا زول؟ وقال كلمة وسوى محاضرة، قال الصحابة اقتتلوا في السلطة، وقد يكون فيها حظ من الدنيا، وأتحدى السعودية، وده ما أدب عشان تتأدب معاه، وده هو أدبك والله النازل حيرونا. ذاك الحلبي بس قبل العشاء بس ردم، بعد العشاء غير الشغلة جد، قال كان قال عالم وأنا ما قصدي فلان، كان قال زول نازلوا أهل علم، وكان قال عامي، وده شنو اللخبطة دي ذاته؟ محمد مصطفى شنو يا زول؟ ده مبتدع والله ضال. مصطفى يا أخي وقع في الصحابة اللي انت الان ما قادر تدافع عنهم يا عدسي، ودي ما بتفرح ناسك، اللي بيفرحهم ويفرحنا ان احنا تقول محمد مصطفى ضال مضل منحرف مبتدع سب اصحاب رسول الله، وهذا الكلام من ابطل الباطل. تاويل دي شنو؟ الوقع في الشرك ما بقول لك انا عندي تاويل، تقال الصوفيه ما بقولوا عندنا تاويل، تاويل ده اعتذار يا عدسي، انت بتتكلم كيف؟ تاويل الصوفيه ده لس عباد القبور، ناس محمد منتصر والجماعة ديل والضلال والخنجر وحامد بابكر وديل كلهم، محمد عبد الله وسفيان ومين ومين ديل، ما بقول ده ما كله تاويل شغلتهم دي، بقول لك نحن تاويل كلها، بقول لك نحن مؤولين بس ده العذر خلاص، وده الموقف الشرعي. لا ناس الناس ديل والله من ناس منحرفين والله، وكفى بالمرء، شوف الزول لا تعرفه، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والموقف الذي بعده العدسي جابوه قاعد في ترابيزة زيدي جنبه أربعة مبتدعة، أربعة وهو خامس من أهل البدع، بشماله عبد الرحمن حامد مبتدع بماشي جمعية إحياء التراث، بيمينه دول هذه الخضر صورة مصورة، بيمينه عبد الهادي الخضر حلبي مبتدع مصر على الحلبية، بيجاي له طوالي بعجاي الهواري مبتدع مصر على البدعة، محمد حسين يعقوب يدافع عنه، محمد الأمين إسماعيل لليلة نائب رئيس الجماعة وهو قاعد فيها ويدافع عن المؤتمر القامو بيو الإصلاح في التعاون مع أهل البدع لليلة، ده الهواري ويدافع عن الحلبي، كلهم مبتدع، ده نمرة ثلاثة والذين من أربعة نمرة ثلاثة بعجاي، بيغادي له طوالي خالي عبد اللطيف غرقان في المركز العام، وقبل ايام قبل فتره واحد اخونا اسمه امجد محمد عثمان خالي عبد اللطيف صلى معانا العشاء، صلينا في جبره عوضنا الله، المهم صلينا بعد ذاك مرقنا من الصلاه، قلت لي امجد ده خالي عبد اللطيف، قال لي ماشي اناقشه، انا مشيت عندي محاضره تقدمنا ماشي اناقشه، قال له في النهايه قال لي انا اطلب العلم على منه، قال لي امشي الهواري، الهواري عليه مؤاخذ امشي، قال لي تعال لي انا يجيك انت وانت شاب يكون وانت بتبين الحق، انت بتبين الحق
الناس زي انت درست على منو؟ قال درس على الجامع. الله يحيرونا ذاته. قالوا ده درس على الجامع. هاي محمد امان الجامع يا اخي، ذاك امام واسد يا اخي، انتوا درستوا عليهم؟ والله الذي لا اله غيره. لكن ما بنعيب الجامع، نعيب كنتوا. ده العدسي قاعد بيجاي مبتدع وبيجاي ثلاثه برضه قاعدين، ده الهادي اوك شبكه دي واحده والله الذي لا اله غيره، شبكه واحده والله الذي لا اله غيره. دي الناس يا اخ من أسوأ خلق الله، غشوا الناس باسم السلفيه، ما قادرين يدقوا صدورهم. والله عدسي ده لو وحيد، لو براه بس دار الحق وينصر الحق، ولو الله وفقه براه بس يقوم الجماعه دي كلها يخليها كلها يا رجعت للحق يا تفرتقت. والله لو قام بس خطبه رد على اسماعيل عثمان وعلى غيره. انت يا اخ زول في اسلوب تقول جاتني ربه، في اسلوب تقوم ترد عليه محمد او اسماعيل عثمان، ما ترد عليه الاثنى على الصادق المادي. يا عدسي موقفك وين منه؟ وين موقفك منه؟ وين موقفك من محمد مصطفى؟ هذا موقف فاشل. زول بيسب الصحابه بكفر، وفي التكفير لمزمل محمد مصطفى نقل عن العدسي قال اقرني على هذه الفتوى مسجله، بيجيبوها لك ان شاء الله. قال اقرني الدكتور، الله ده كمان ظريف مره واحده، محمد مصطفى ده ظريف وسيء جدا. بعدين قال شنو؟ قال اقرني على هذه الفتوى برده العصبجي، قال قال اخونا نحسبه فاضل وردم الجماعه دي الله يتقبل منه. والله قال اقرني على رده ها والحكم عليه الدكتور حسن الهواري، والدكتور عبد الحفيظ العدسي اقرني. اولا طبعا انا اود ان اقول لكل من يسال ان زعيم هذه العصابه العصبيه الكبير صدرت فتوى من المكتب بتاع الافتاء والدعوة عندي في المجمع، ووافقني على هذه الفتوى الدكتور حسن الهواري، واقر هذه الفتوى الدكتور عبد الحفيظ العدسي. في فتوى اتفقنا عليها مجموعه من العلماء مش برايانا، انا اصدرتها فتوى موجوده في النت، وكذلك الدكتور الهواري دكتور عبد الحفيظ العدسي، ان الكلمه التي قالها هذا العصبجي الشماشي السفيه دي يقتلوا فيها، يقتل يقتلوك. ما تقول لي تبت تبت دي بينك وبين الله، يقتلوك لازم يقتل الزول ده، لازم يقتل. ديل ثلاثة علماء قال، والله شوف زول، في زول بيقول انا عالم، قال ثلاثة علماء قال، الهواري والعدسي وانا قال، ثلاثة علماء قال. يا اخي شيخ مقبل في الأزيلة الإماراتية قال انا لا اساوي بصلة، قال شيخ الفوزان قال له كيف نصل الى علمكم وعلم ابن باز؟ قال اما ابن باز فعنده علم، واما نحن مساكين مثلكم. فوزان الشيخ محمد ناصر الدين الالباني قدمه في محاضره العالم الشيخ هوك بكى، بكى يبكي، قال انا طالب علم، انا طالب علم. ده بكل وقاحه، وده ما موضوعنا الان، موضوعنا انه قال العدسي اقراني، ونحن محمد مصطفى ما ثقه عندنا، كذاب، بينا كذب في تسجيلات الله يتقبله بالوثائق، بينا كذب. لكن الكلام ده نشره في الملأ. انت يا عدسي موقفك من الكلام ده شنو؟ هل تقر محمد مصطفى وتسكت؟ وهل فعلا شاركت في التكفير؟ ولا انت موقفك خلاف؟ وين الموقف؟ وين الموقف؟ يا جماعه عدسي بتاع شنو؟ جماعه ناس بتمشي لهم بعد سنه ولا سنتين يتكلموا في التوحيد. ده لو يتكلموا بعد سنة ولا سنتين فرحانين أولادهم شايلين لهم بعضهم، وبعض المتعاطفين معه شايلين له خطبة قال بيرد عليه الختمية وبيرد على الناس البرعي وفلان، وقالوا أما قاموسنا فليس فيه السب ولكن الردع المخالف أصل من الوصول إلى آخره، ويتكلم شايلين له خطبة. قال داعية عنده منابر وعنده نشاط وعنده دعوة، وين التوحيد؟ بس خطبة ولا خطبتين ولا عشرة ولا مية بتكفي في البلد دي؟ لو مية بتكفي، وين الدعوة للتوحيد الواضحة المنتشرة المستمرة؟ وين حرب أهل البدع وأهل التمييع والتضييع؟
وين المفاصلة مع المميعين؟ قاعد معاهم في كنبة واحدة يا عدسي ياخذ الناس، والله ما بجوز السماع لهم ابدا، حرام، ما بجوز، ما بجوز ابدا تسمع لهم، وانما تحذر منهم ليلا ونهارا حتى يتوبوا ويرجعوا الى الله تعالى. ويقول لك الرد من الدين في لقاء، عشان تعرف العدسي ده زول بتاع لخبطه كيف، في لقاء مسجل برضه صوره وصوت، قال عليك بطلب العلم، اذا سالوك قال لك محمد مصطفى رد عليه محمد الامين اسماعيل، ايوه مشايخنا، مشايخكم يا عدسي محمد الامين، عدسي انت بقيت باركوه اصلك باركوه يا زول، ده كلام شنو؟ محمد الامين ومحمد مصطفى قال ديل مشايخنا، وعادي بردوا عليه بعض، وشوف التلبيس والتدليس. طلب العلم عن طريق المسلم ان تطلب العلم ولا تلتفت الى قيل وقال. سمعته امبارح قال له، قال شنو؟ الشيخ مصطفى قال رد احمد ريس معي، انا كنا مشغول عندك في دوره القران، مشايختنا وكل زمان بيردوا على بعض، عادي يا شيخ، ما منا احد الا رد ورد عليه، انتهينا، شو اللي بعدها؟ خلاص ما في شيء. طيب قالوا شنو؟ وين عندك الماده دي؟ هذيك الله بالايميل ارسل لي الرابط، شنو؟ اربط قلبك بالايمان وادعك من هذه المسائل. مشايختنا رد على ده، ومن زمان بيردوا على بعض ائمتنا دي. ابن القيم رد على الهروي، وشيخ الاسلام رد على من؟ هكذا. ما تنشغل بهذا. سامعين كلامه؟ قال مشايختنا محمد مصطفى سب الصحابه وكفر وزول سفيه وزول حزبي واقع في الحزبية ليه ابنه بكو، ردينا عليه فصلناه كل الكلام ده فصلناه، وزول يرد على الوزير محمد مصطفى، وذاك محمد الامين اسماعيل يثني على كتاب الظلال ويرد على الحكام في المنابر ويماشي المبتدعة وهو مثلهم، وهو مثلهم بنص كلام محمد مصطفى، كله الناس المجاوب كوها سوا، والله الذي لا اله غيره. وقال ده مشايخنا ما منا راد الا وراد عليه وانشغل، وقال لك اي صاح قديم الرد، قال ابن القيم رد على الهروي، يا زول الم ترى ان السيف ينقص او ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ الجابي ابن القيم والهروي مع محمد مصطفى ومحمد الامين شنو؟ جابهم شنو؟ وقال مشايخنا بلسان، وقال يقول لك الرابط اربط قلبك بالايمان والتقوى وانشغل، والجماعه قاعدوا يضحكوا، الناس يعني لهم حقد على السلفي، والكلام ده حقد على السلفيه وعلى المنهج السلفي، ويصفون الدعاة الى التوحيد والسنه والذين يردون على اهل البدع يصفونهم بانهم فتيه، وانهم دعاة فتنه، وانهم حدث اسنان، وانهم دعاة التجريح او المجرحاتيه والمزملاتيه، يا زول كل هوى السايع، والله الذي لا اله غيره، ما بقدموا دعوه ولا بينصروا دين ولا فاضين لدعوه ولا غيره. عدسي بتاع شنو يا اخ؟ وده يا اخي قدام طلابه في مسجد صلى به وعنده فيه والتمكين، وقلت لك كان ممكن ينكر بيده، لانه انكر على دعاة التوحيد بيده، وقفهم، ما يقدر يوقف صوفي يا اخي، ولا يقدر يرد عليه في وسط طلابه ومسجد هو فيه وعنده فيه والشوكه، ده باقي لك في غريه فيها صوفي يصول ويجول بالشرك بيقوم يدافع عنه عن التوحيد ويحارب المتصوفه، يقوم يا اخي اذا موقفه مميع، موقف سيء، موقف ضعيف قدام محمد حسين يعقوب اللي بيخرج، محمد حسان اللي بيخرج، ويقول انا خرجت ومعي زوجتي وابنائي، وبعد ده لسه بيتورعوا فيه، ده والحلبي وغيرهم وداك الهواري برضه والنازل الشبكة واحدة. شفت الكلمة اللي قالها العدسي سمعتوها دي قريبة من الكلمة اللي قالها الهواري للطالبات، طالبات شكل في وحدات نجيضات، قالوا سألوه من بعض الناس قام هاج ذاك الهواري، مو عريفي وفلان وإلى آخره، ويخرجون بخفي حنين وصفرا، وهذا المرض الذي دخل عليهم، وينتبهوا إلى العلم، أيوة العلم تنتبه له من العلم كما قال الشيخ أحمد النجمي، علم الجرح والتعديل والرد على المخالفين. يا جماعة هذا كلام طويل، الناس يتعلم التوحيد والعقيدة والسنة وتسمع لأهل العلم تجتهد. حصل يوم سمعت العدسي قال امشوا اسمعوا لأحمد النجمي ولا الشيخ ربيع ولا هؤلاء العلماء وغير هؤلاء،
من أهل العلم أمشي لمحمد حسين يعقوب وامشي وامشي إلى آخره، كلام باطل كثير جدا.